الموسم السادس عبقرة الجامعات ومباراة مهمة جدا، وهفكركم بالنتيجة. جامعة المنصورة 40، جامعة حلوان 40. وجامعة حلوان عندنا تغييرين، أحمد مصطفى نزل مكان محمود سيد، ويوسف السيد نزل مكان عدنان أحمد. وعندنا تغييرين في جامعة المنصورة، يا رب العينين نزلت مكان ندى محمود، وأحمد صلاح نزل مكان محمد محمود. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اثنين أحمد أيمن وأحمد مصطفى، مصطفى وأيمن. وسؤال في المعلومات العامة مع 10 نقاط. أيمن تغيرت المجال. أحمد متخصص رياضة. في تغيير في الخطة. المرة اللي فاتت نزلت الرياضة. أنا بنزل رياضة فعلا. معلومات عامة، والسؤال هو: فستان لفنانة عالمية هو أغلى قطعة ثياب بيعت في مازاد بدار جوليان للأزياء عام 2016، فمن هي؟ اتباع $4.8 مليون. كانت لابساه وهي بتغني هابي بيرثدي أمام جون كينيدي. إجابتك؟ شاكيرا. يا نهار أبيض، شاكيرا هتغني قدام جون كينيدي؟ إجابة إيه؟ مضحكة شوية. إجابة قنبلة. صممه جون لويس، استخدم فيه 2500 قطعة من الكريستال. يارا عندها الإجابة. إجابة صوفيا لورين. أنا هتجنن، هتجنن. دليدا. دليدا. مارلين مونرو. طبعا يا يارا. مارلين مونرو طبعا. صوفيا لورين طبعا. إجابة خاطئة. خسارة. السؤال ده كان سهل جدا، أنا توقعت إنه هيتجاوب في ثانية. السؤال اللي جاي أحمد صلاح ويوسف السيد، يوسف وصلاح. رياضة، والسؤال هو: عبد الحميد الجندي هو أول بطل مصري يفوز بالمركز الأول في بطولة العالم مرتين متتاليتين بإحدى الرياضات، فما هي؟ 1963 في لندن و 1964 في باريس. ملاكمة. الملاكمة. إجابة خاطئة. مؤسس الاتحاد المصري في الرياضة دي سنة 1972، وتولى رئاسته حوالي 21 سنة. رفع أثقال. هو لعب رفع أثقال، ولكن ما كانش بطل العالم مرتين ورا بعض للأسف الشديد. هارد لك يا يوسف. إجابة خاطئة. كمال أجسام. طبعا طبعا كمال أجسام. مش معقولة من الإجابات عندكو، لو فكرت ثانية. هارد لك، تفضل. خسارة. السؤالين اللي فاتوا دول 20 نقطة، خسارة. سؤال في التكنولوجيا، آية ويارا، يارا وآية. تكنولوجيا، والسؤال هو: تعد ديلويت من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، ففي أي عاصمة أوروبية تأسست؟ بقول عاصمة ديلويت. 1845. عدد الموظفين 415,000 موظف. عارف يعني ايه 415,000 موظف؟ يعني حاجة كبيرة قوي كمان. لا، عشان تتخيلي يعني تقريبا استاد القاهرة مليان 5 مرات على اخره. دول موظفين في الشركة، موجودة في 150 دولة وليها فرع في مصر. اجابتك؟ باريس. باريس. مش قادر ألومك، لأن الاسم ممكن يدي فرنساوي، ولكن للأسف الشديد إجابة خاطئة.
بتقدم استشارات من خلال خبراء في الاستثمار. ممكن تبقى ايه؟ برلين. اسهل من كده بكتير. لندن. ايوه لندن يا آية. للاسف الشديد اجابه خاطئه. ولا برلين ولا باريس، لندن. تلات اسئله بتلاتين نقطه ضاعوا من الجامعتين. طبعا السؤال اللي جاي اعتقد انه هيتجاوب ريهام وآية. آية وريهام، قدرات ذهنيه. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 52 في 3 زائد 62 في 8 يساوي كام؟ 52 في 3 652. آية عندك إجابة تانية؟ صح. إجابة صحيحة. النتيجة اتغيرت: 50 جامعة حلوان، 40 جامعة المنصورة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا هتعتمد على السرعة ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح. والسؤال هو: من هي الفنانة التي قامت بدور نور في مسلسل الصندوق؟ أحمد داش، علي قاسم، سماح أنور، ريهام عبد الغفور. تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبد المنعم. فنانة شابة. هدى المفتي. إجابة صحيحة. يا أنا مش عارف إزاي افتكرت الاسم، لأن واضح إن الاسم كان بيطير. ربنا خلينا ريهام. ريهام متألق. طب ما جاوبتيش ليه؟ أنا بقول له هدى حاجة فهو كمل الاسم فافتكر هو. تمام. يعني أنتوا كملتوا الإجابة مع بعض. برافو عليك. 60 جامعة حلوان، 40 جامعة المنصورة. يارا كانت عندك الإجابة ولكن الاسم كان طاير جدا. أنت فاكرة الشكل مش قادرة تفتكر الاسم. هدى المفتي. أغاني موسيقى. والسؤال هو: أغنية كرهتك هي الفنانة تونسية، فمن هي؟ لطيفة. إجابة صحيحة. كلمات منصور الشادي والحان صلاح الشرنوبي. أنا عايز أعرف جامعة المنصورة مستنية إيه؟ بجد والله سابق، أنا مستنيك. برافو عليك يا يوسف، اتخاذ القرار. يوسف بيحيي الجماهير. عشان نقط 70 جامعة حلوان، 40 جامعة المنصورة. لوحات ومعالم. والسؤال هو: من هو الفنان المصري مصمم النصب التذكاري للجندي المجهول بالقاهرة؟ أحمد أيمن. سامي رافع. برافو عليك، إجابة صحيحة. تم افتتاحه 1975 في مدينة نصر على ارتفاع 33 متر و6 من 10 متر. برافو عليك أحمد. وعامل الجداريات بتاعت مترو الخط الثاني. مذاكر. هاردك يا يوسف. 50 جامعة المنصورة، 70 جامعة حلوان. سرعة البديهة. والسؤال هو: ما هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي يوجد على علمها غصن نبات الزيتون؟ تم اعتماد العلم سنة 1995. دولة انفصلت عن دولة تانية في التسعينيات.
ريام لسوتو. لسوتو في التسعينيات. إجابة خاطئة. كينيا. كينيا انفصلت عن مين في التسعينيات؟ أحمد أيمن. إجابة خاطئة. الإجابة إريتريا. انفصلت عن مين؟ أنا أثيوبيا. إثيوبيا. النتيجة في نهاية الفقرة 70 جامعة حلوان، 50 جامعة المنصورة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 80,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.